رجالي محمد حسيتي بشي حاجه؟ رجالي حسيتي بول؟ الحمد لله. السلام عليكم. حنا اليوم ان شاء الله غنبداو حمله التلقيح ضد فيروس كورونا اللي شرف اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله الله يحفظه نصرو. كنتمنوا هذا مناسبه وفرصه باش نديروا نداء للناس كاملين يجيو يتلقحوا، وان شاء الله نتمنوا على الله الناس يعاونونا باش يجيو ويتلقحوا، ونتمنوا على الله تكمل في الظروف حسنه، وحنا مستعدين بمجهوداتنا وكل الطاقه ديالنا باش تنجح هذه العمليه. اللقاح هو حاجه ماسه لجميع المغاربه، وهذا هو اللي غادي ينجينا من هذا الكورونا، من هذه الجائحه ديال كورونا. وان شاء الله المجتمع المغربي غادي يكون بخير. وكنشكروا الملك على المبادره ديالو وعلى العطف والحنان ديالو حول الشعب ديالو، وحنا مع اللقاح. لقينا على التلقاح اللي خرجنا الملك، وغادي نلقحوا حنا ووليداتنا ورجالتنا. والملك تيبغينا على الخير وبغى لنا غير باش يطول الله العمر ديالنا ومزيان، والله يكثر خيره، الله يخليه لينا. الناس اللي باغين العيالات ولا الكبار ولا الاولاد ولا الرجاله يجيو يلقحوا، راه التلقيح راه مزيان، راه خرج من الملك والملك سبق هو الاول، لقح هو الاول. جيت نعمل التلقيح ديال كورونا، الحمد لله سيدنا هو الاول، حنا غنتبعوه، نطلب الله الشفاء ويرفع عنا هذا الوباء وتعود المسائل الى اصلها. السلام عليكم. الناس يجيو باش تداوي راسكم، باش ديروا هادشي هذا باش يحيد علينا هادشي ديال هاد المرض هذا ديال الكونيرا. اجيو الله يرحم والديكم واجيو داووا راسكم، حيدوا عليكم هاد البلاء هذا. سيدنا راه عطانا انطلاقه، راه هو شتو هو راه براسو راه دار هو وولادو، راهم داروا هادشي ديال الدواء. دابا ناديو هادشي باش تحيدوا قبل رمضان، خصنا نحيدوا هادشي ان شاء الله. السلام عليكم.